موضوع ابتدى من كابوس، كابوس رواد الخليفة العباسي الواثق بالله. الكابوس فيه سد يأجوج ومأجوج بيتفتح وأشكال مخيفة عمالة تخرج من وراه، لحد ما انهار السور تماما والكائنات المرعبة دي اجتاحت العالم. فصح الراجل من نومه مفزوع ومرعوب، وبسرعة بعت لواحد من أهم علماء الدولة وقتها، رجل معروف عنه معرفته بالعلوم واللغات اسمه سلام الترجمان. عمل ايه بقى سلام الترجمان مع سد يأجوج ومأجوج، ورحلته كانت عاملة ازاي؟ بس قبل ما نحكي الحكاية ما تنساش الاشتراك في القناة ومتابعة الفيديو عشان يوصلك كل جديد. شوف العظمة بقى، تخيل يا مؤمن ان سلام الترجمان ده كان قادر يتكلم 30 لغة في نفس الوقت وبنفس القدرة. كان عنده موهبة خاصة كده في تعلم اللغات، وأصلا سلام الترجمان يعني راجل ترجمان، يعني حريف ترجمة، فدي واضحة مش محتاجة شرح. المهم بعد ساعات بسيطة وصل عند الخليفة. سلام كان مستغرب ومخضوض كده، اللي هو خليفة المسلمين بعت له يبقى أكيد في مصيبة يا إما حاجة كبيرة قوي. الواثق بالله استقبل سلام الترجمان استقبال الأبطال، فراح منه الخوف شوية، ولكنه لسه مش فاهم برضو الخليفة عايز منه ايه. ضيفه الخليفة وقرر يبدأ يحكي له عن الكابوس المزعج اللي شافه، وسلام مستغرب جدا من اللي بيسمعه. المهم الواثق بالله حكى له عن سد يأجوج ومأجوج اللي شافه في الكابوس، عشان يفاجئ سلام ويقول له بص انا مرعوب ومش هعرف انام الا لما تروح تشوف السد ده بنفسك وتشوف اتفتح فعلا ولا لا. فسلام قال له يا مولاي وانا هعرف مكان السد ده منين؟ فرد عليه انا هجهز لك حملة ضخمة بالرجال والمؤن والعتاد والاموال وكفة شيء، وكل اللي عليك دلوقتي انك تروح الاماكن المقصودة ومن هناك تسأل اهل البلاد والمنطق دي عن السد، وشوية بشوية هيدلوك. خد بالك ان دي هتكون من اعجب الرحلات في التاريخ، واحنا دلوقتي واقفين شايفينها قدامنا بيتخطط ليها. سلام دلوقتي بقى في مأزق، هيستعين بأدلة من اللي بيكونوا عارفين بواطن الجبال والمناطق الخالية اللي محدش يعرف عنها حاجة، وما كانش قدامه غير انه يقول حاضر. بص سلام كان جواه شايف ان دي رحلة هتخلد اسمه وذكره في التاريخ، لانه لو قدر فعلا يحقق المراد هيكون ده شيء ملحمي في تاريخ البشرية كلها. ومن ناحية تانية ده الخليفة وكيفه كده. الواثق بالله بعت معاه 60 راجل قوي جدا من الجيش العباسي، وزودهم كلهم بالمؤن والسلاح والعتاد والأموال، كل واحد على حدة، وبدأت الرحلة من مقر الدولة العباسية في بغداد لأول محطة في رحلته. ركز معايا في اللفة دي بقى، كأن قدامك الجي بي اس والسهم بيتحرك قدامك. أول حاجة راحوا الحاكم أرمينيا وسلموه خطاب من الواثق بالله مكتوب فيه إنه يساعدهم ويزودهم بالأدلة اللي محتاجينها، وقد كان. لأ وكمان كتب لهم خطاب تاني لحاكم إقليم السرير، ومن هناك وصلوا إقليم اللان، ومنه كتب لهم لملك الخزر في إقليم بحر قزوين. يعني كانوا كل ما يروحوا مكان حاكم المكان ده يكتب لهم خطاب توصية للمكان اللي بعده، ويزودهم بشخص يكون دليل ليهم، لحد ما في الآخر وصلوا مكان غريب كده. بعد 25 يوم ماشي ورا الأدلة وصل سلام ورجالته الأرض لونها أسود، يعني رملتها سودة وريحتها ناتنة، اللي هو ما كانوش قادرين يتنفسوا حتى. فمشوا ناحية اليمين ومشوا مسيرة 10 أيام، فلقوا نفسهم عند منطقة كده كلها بيوت مدمرة، يعني مدينة خربانة خالص. فسلام الترجمان سأل الدليل اللي معاه ايه المدينة الخربانة دي؟ هو احنا فين كده؟ والبيوت دي فين أصحابها؟ قالوا له دي واحدة من المدن اللي كان خرابها يأجوج ومأجوج زمان. هنا يمكن يكون المقصود مش بيوت مهدودة قدر ما يكون المقصود مكان فيه زي اللي احنا بنسميها أثار ومتكسرة مثلا. فعبروا من خلالها كده، وفجأة بعد مسيرة 20 يوم يوصل مجموع المسيرة، لو مركز معايا كام يوم؟ 55 يوم يا رفيق. لا ركز معايا كده. المهم وصلوا عند سلسلة جبال كده شبه الحصون الضخمة القديمة، لقوا فيها ناس مسلمين بيتكلموا لغة ملخبطة كده، لأنهم تقريبا من أهل فارس بس دخلوا الإسلام فبقوا يتكلموا فارسي على عربي. سابوهم ومشيوا بعد ما شاف سلام ورجالته الناس دي ماسكة مصاحف وبتقرأ منها، يعني المصحف فصل لهم، دول ولا همج ولا هيأذوهم ولا يتشك فيهم في الغالب. المهم
مشوا مسيرة تانية بعد المدينة دي لحد ما وصلوا عند مدينة كده اسمها ايه بقى؟ اسمها الأيكة، ودي مدينة محصنة كده عليها باب حديد، ولما سألوا الدليل قال لهم ان دي المدينة اللي نزل فيها ذو القرنين وجيشه، وان السد خلاص على مسيرة 3 ايام من هنا. المهم ان سلام بعد 3 ايام وصل عند جبلين كده بينهم سد عظيم. الراجل اتصدم واصابته رعشة في جسده من الرعب، اول ما شاف السد ما بقاش عارف يعمل ايه، ففضل يفحص فيه ويبص عليه من قريب في انبهار. بيقولك ان الجبلين دول بينهم اصلا طريق عرضه 150 متر في اخره سد من الحديد والنحاس. بص ركز معايا هنا، جبلين وبينهم طريق، يعني تخيل نفسك معايا كده انت بين جبلين ماشي في الطريق اللي بينهم. الطريق ده محوطك فيهم الجبلين من كل حتة، بس الطريق ده ذات نفسه عرضه 150 متر، هتمشي فيه لحد ما توصل لسد، هو ده آخر الطريق. سلام بيقول بقى إن السد ده مبني بطريقة مذهلة ما تخليش خرم الإبرة ينفذ ويعدي، متخيل؟ عشان تتخيل الموضوع، وعلى حسب وصف سلام السد ده كان عبارة عن ضلفتين، كل ضلفة 25 ذراع، ارتفاع كل ضلفة 50 ذراع، وفوق كل ضلفة عتبة عالية، طول كل واحدة 120 ذراع، وفوق كل واحدة من العتب ده في بنيان متصل لحد راس الجبل فوق، وعلى مرمى وارتفاع مدى البصر. على كل ضلفة من دول قرنين متنيين من عند الأطراف كده مش قرون مستدبة، وعلى الباب قفله طوله 7 أذرع. تحت الباب في عتبة طولها 90 ذراع تقريبا، ومكتوب عليها: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الفظيع بقى والغريب والمرعب إن سلام بيقولك إن في المنطقة دي وجنب السد ده في حصنين كده زي ورشة، يعني كل واحدة فيهم فيها الأدوات اللي تم تصنيع الصرح الفظيع ده بيهم، ورئيس الحصن ده بيعدي كل 3 أو 4 أيام يضرب على السد كده عشان يأجوج ومأجوج يسمعوا إن في بشر يعني بره السد، عارفين الموضوع ومؤمنين بالله وإن لسه ميعاد خروجهم بدري عليه. المهم إن سلام كان موهوم بقى، فراح سأل الناس اللي معاه وأهل المنطقة إذا كانوا شافوا حد حاول يخرج من ورا السد ده قبل كده، تفتكر إيه؟ رد الناس إنهم بالفعل شافوا قبل كده مجموعة منهم حاولوا يخرجوا، لكن ريح سودة جت ودفعتهم جوه مرة تانية. سلام الترجمان كتب تقريره على الواقع ورسم خريطة للمكان واحتفظ بذكرياته، وانتهت رحلته على كده، وبدأ يرجع هو والرجالة لبغداد. وبعد غياب 28 شهر على حد كلام سلام، عانى فيه من فقدان 46 رجل من اللي كانوا طالعين معاه نتيجة للتعب والإرهاق ويمكن هول منظر السد. وانتهى كده واحدة من أعجب عجايب قصص الرحالة المسلمين على الإطلاق. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، وإن على الرغم من تصديق كتير من العلماء والمؤرخين والمستشرقين وغيرهم وغيرهم للقصة دي وتأكيدهم على صحتها، الرحلة دي تقريبا بتقودنا لدولة كارغستان، ولحد دلوقتي محدش برضو لسه عارف مكان السد، وحتى المكان اللي بيقول عليه سلام ده يظل محل تساؤل. يبقى هل القصة دي حقيقية؟ هل اللي سلام شافه ده فعلا سد يأجوج ومأجوج؟ شاركنا برأيك في التعليقات، قولنا من وجهة نظرك مدى صحة خريطة سلام، وهل شايف ان المكان اللي شافه ده فعلا السد؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.